وحول هذا الموضوع أشار السيد عبد الغني سرحان الضفيري رئيس فحص براءات الاختراع في إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أشار في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى أن اختيار شعار الشركات الصغيرة والمتوسطة نقل أفكارك إلى السوق يأتي نتيجة الدور الأساسي والمؤثر الذي تلعبه هذه الشركات في تحريك اقتصاد الدول. هذا الشعار هو الدور الأساسي والمؤثر للشركات الصغيرة والمتوسطة في تحريك عجلة اقتصاد الدول، وكيف يمكنها استخدام حقوق الملكية الفكرية لبناء مشروعات أعمال أقوى وأكثر قدرة على التنافس في الوقت الذي بات الانتعاش الاقتصادي في ظروف الراهنة يشكل أولوية من الأولويات. فعلى الرغم من الدور الكبير للشركات الصغيرة والمتوسطة في حركة الاقتصاد، إلا أن الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تعرف كيف يمكن للملكية الفكرية أن تساعدها في نقل أفكارها إلى منتجات وخدمات وجعلها أداة قوية قادرة على المنافسة والتطوير. فالشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه في هذا الوقت تحديات مختلفة، خصوصا في الظروف الراهنة التي أثرت بشكل كبير على فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولذلك يبرز دورنا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتقديم التحفيز ونشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية لهذه الشركات. فأي مساعدة سيتم تقديمها لهم هي مساعدة أساسية للاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي ككل.